تمام أصدقائي، هذا هو الشكل النهائي لمنظم حركة المحركات. لقد قمت بربطه بالباور سبلاي، إن لم تجدوه يمكنكم أن تستخدموا فقط بطارية. الآن هيا لنقوم بوضعه على 12 فولت. كما ترون أصدقائي، فمنظم حركة المحركات يعمل بشكل جيد جدا. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد عجبتكم. في انتظار المزيد لا تبخلوا علينا بجيم واشتراك. إلى اللقاء.